التاريخ 24 يوليو 2024، الحدث تراجع أسهم مؤشر ناسداك 100 بتريليون دولار أمريكي، والسبب أداء سيء لشركات التكنولوجيا. هذا هو ملخص يوم الأربعاء الأسود في سوق الأسهم الأمريكية، الذي فقدت فيه القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر ناسداك نحو تريليون دولار، أي 1000 مليار دولار. والسبب أداء سيء لشركات التكنولوجيا للربع الثاني 2024، وتصريحات بدت سلبية لقادة التكنولوجيا، والنتيجة عمليات بيع واسعة وسط تزايد الحديث عن عودة فقاعة الدوت كوم، وهي ارتفاع أسهم تكنولوجية قبل انهيارها السريع مطلع الألفية الحالية. سهم تسلا تراجع 12%، وسهم ألفابت تراجع 5%، والمتعاملون ينتظرون عوائد استثماراتهم بالتكنولوجيا. أسهم الذكاء الاصطناعي أضافت 9 تريليونات دولار إلى قيمة مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي. وهنا يبرز السؤال: هل ستنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؟